قسمنا باليمين معهم نفكينا قسمنا باليمين جينا اليوم احنا كتنسيقيه الدكاتره المعطلين امام وزاره التعليم العالي يعني في اطار الايام النضاليه التصعيديه يعني قررنا اننا نقوم بها ونخوضوها. جينا بالامس قمنا بواحد الاعتصام امام وزاره التعليم العالي يعني الكل شاهد يعني قمه العنف والهمجيه التي كانت من طرف المخزن في اتجاه هؤلاء الدكاتره. يعني بعدنا 5 الدكاتره مصابين. اليوم كذلك جينا باش نقوموا بواحد الاضراب انذاري عن الطعام لمده 24 ساعه مرفق باعتصام امام وزاره التعليم العالي في اطار ريتما غادي نقوموا بواحد الاضراب مفتوح عن الطعام اللي غادي يدخلوا ليه جميع الدكاتره. يعني وتتحمل الدوله وليتحمل السيد الوزير المراوي يعني كافه مسؤوليته تجاه هذا الملف وتجاه ما ستؤول اليه اوضاع الدكاتره المضربين عن الطعام. حنا يعني صبرنا بزاف يعني ازيد من 4 سنوات وحنا كنناضلوا هنا شوارع الرباط عمرو ما كلف نفسه انه ينزل من برج ديالو العالي لبناه راسه ويفتح واحد الحوار يعني جدي مع الدكاتره، بل اكثر من هذا انه يعاند ويقول يعني كيخرج بشي تصريح شي تصريحات غير مسؤوله انه كيقول انه سيتم توظيف طلبه الدكاتره الذين لا يزالون يقومون بانجاز اطارحهم هما اللي غادي يقوموا بالتدريس في الجامعه. يسد ذلك الخصاص وهي حلول ترقيعيه. وحنا شنو ما هو الدور ديالنا؟ حنا الدكاتره اللي حصلنا ديجا على شهاده الدكتور ما هو دورنا؟ يتحمل السيد الوزير مسؤولية ديالو وحنا مستمرين. حنا جبنا حوايجنا وعهدنا عائلتنا اننا ما راجعينش من الرباط، يا اما الحل او يا اما التوظيف والكرامه يا اما استشهاد والممات. اليوم من يوم الثالث من معركتنا ضد الفساد، ضد الاقصاء، ضد التهميش الذي طال الدكاتره المعطلين منذ 2015 منذ صدور المرسوم المشؤوم في عهد الوزير حسين الداودي الذي كرس الفئويه والذي كرس الطبقيه. والان نحن اليوم نجدد اللقاء في الشارع المرة الثالثة. نحن سوف نضرب عليه الطعام حتى يتحقق حلمنا بالوظيفة في الجامعة المغربية والاندماج في مراكز البحث العلمي والجامعات المغربية. للأسف الشديد لا أحد يستمع إلينا، لا أحد يتحدث إلينا، لا أحد لديه الرغبة ولديه الإرادة في فتح قناة للتواصل وللحوار ولتبادل الأفكار فيما يخص ملفنا هذا. للأسف نحن نعاني وهم في حالة نكران لنا، نكران ولا مبالاة ولا مبالاة، ولكن للأسف ومع ذلك فنحن مصرون، لدينا الإرادة الكاملة الصلبة والعزيمة للاستمرار في النضال حتى ننتزع حقنا المشروع دستوريا وقانونيا ومجتمعيا وهو الحصول على الإدماج في الجامعة المغربية.